مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، عليك وعلى كل الساده المشاهدين. في انتخابات النقابه يوم 5 ولا ما فيش؟ حتى الان لم يتم حسم الامور. بمعنى ايه؟ النهارده كان في اجتماع تاني. عملته اللجنه اللي بتحط الاجراءات الخاصه باجراء الانتخابات، كان بيضم وزاره الداخليه ووزاره الصحه والنقابه طبعا ممثله في هذا الاجتماع. انتهت وزارة الصحة انه في ظل الظروف الحالية لموجة كورونا السيئة جدا ما تقدرش توافق على اجراء الانتخابات في المبنى النقابة حسب ما قانون النقابة بينص، لان في خطر شديد على صحة الزملاء. وزارة الصحة ما تقدرش تتحمل المسؤولية ده. ده كلام الطب الوقائي. وزارة الداخلية استنادا لكلام وزارة الصحة قالت انها وفق هذا الكلام ما تقدرش تعمل لنا صوان في الشارع زي ما احنا متعودين في كل انتخابات. وبالتالي اذا احنا عايزين نعمل انتخابات نعملها على مسؤوليتنا داخل مبنى النقابه، والوزاره ملتزمه انها تعمل الانتخابات من الخارج. ده الكلام بتاع اجتماع النهارده. بكره قسم التشريع، قسم الفتوى، قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدوله المفروض هينظروا الطلب المحال من النقابه واللي فيه راي وزاره الصحه، وبنطلب فيه الراي في اجراء الانتخابات في ظل جائحه كورونا من عدمه. ايوه. ويوم الاحد القادم في دعوه امام محكمه القضاء الاداري اقامها زميل مرشح تحت 15 سنه بيطلب فيها وقف الانتخابات بسبب كورونا. الحقيقه يعني الامور كلها بتقول ان في خطر شديد، لانه مبنى النقابه احنا ملزمين نعمل جوال الانتخابات، والحقيقه مبنى النقابه اللي هو في انتخابات بيحضرها زي الانتخابات اللي فاتت في 2019 حضرها 5000 زميل ومعهم 2000 من قرايبهم ومن مؤيديهم ومن وسائل الاعلام المختلفه، 7000 صحفي ومرافق في هذا المكان الطيب جدا، وسيء التهويه اللي التهويه فيه بتعتمد على التكييف المركزي فقط، يعني دي بيئه مناسبه جدا ان كل الناس تاخد كورونا لا قدر الله. وبالتالي اعتقد ان الامر صعب جدا ان حد يقدر يتحمل مسؤوليه انه يجري انتخابات داخل هذا المبنى دلوقتي. مفيش اي بدائل اخرى. ما فيش اي بدائل اخرى الا اذا قررت الجمعيه العموميه انها تعدل قانون الانتخابات فيما يتعلق فقط بالمواد الخاصه باجراء الانتخابات. المواد الخاصه باجراء الانتخابات صدرت سنه 70، وكان عدد اعضاء الجمعيه العموميه ما يزيدش عن 400 صحفي. انتخابات تجري يوم الجمعه، الجمعيه العموميه تكتمل من 10 ل 12 ساعتين بحضور 50% زائد واحد، ثم 25% بحد ادنى في المره الثانيه. ده صعب جدا وبيصعب جدا علينا الانتخابات كل مره. واعتقد ان المسائل احنا لا تفكير على الاطلاق في المساس بالمواد المتعلقه بالحريات والحقوق والواجبات، لكن اعتقد ان المواد المتعلقه بتنظيم الانتخابات يعني احنا محتاجين مراجعتها بشكل عام. وحتى اليوم يعني ما تلزمنيش كمان يوم 5 الاسبوع الاول في طبعا يعني حاجات بالمعنى ده، ويكون عندك بدائل، يعني كورونا تخلي كمان يبقى عندي بديل اخر. بالظبط كده، يعني ممكن نحدد شهر نجري فيه الانتخابات مثلا، نختار اليوم المناسب فيه. ويبقى يوم شغل عشان الناس تقدر تيجي، لكن ما نجيش يوم اجازه والساعتين بتوع وقت صلاه الجمعه ونقول الناس لازم تيجي وتمضي. نعم. الحقيقه يعني انا رايي ان المواد دي تحديدا محتاجه مراجعه عاجل. من جمعية العمومية. يعني نعم. مجلس النقابه الجمعيه العموميه انتخبته. أو الجمعية العمومية إذا اكتملت وجرت الانتخابات، أعتقد إنه لازم يبقى في تفكير بشكل جدي في إن المواد دي تتغير. التخوف اللي كان عند الجمعية العمومية في تغيير القانون إن يبقى في مسائل بمواد الحقوق والحريات والواجبات، ما أعتقدش إن حد هيقرب لها. نعم. ولا حد عايز يقرب لها على الإطلاق. إحنا بس بنتكلم في المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات. هل حد يرضي هذه المواد دلوقتي؟ لو كانت المواد دي بتدينا حرية حركة كان ممكن نعمل انتخابات، كان ممكن نروح نادي. وبعدين في حاجات اتحاد اشتراك ومش عارف ايه، حاجات يعني خلاص انتهت. طبعا، ووزير الارشاد القومي يعني. في حاجات ما بقتش موجوده، تشكيل لجنه التحقيق، تشكيل لجنه التاديب. يعني الحاجات دي اللي هي قبل اللي هي ما بقتش فعلا موجوده على الارض، واللي لازم يحصل فيها تغيير عاجل. اما المواد المتعلقه بالحقوق والحريات، انا اعتقد ان الحقيقه مواد متميزه ومحدش على الاطلاق بيفكر لا في النقابه ولا بره النقابه انه يغيرها. مظبوط. لا كله ولا حد هيقرب للكلام ده. بالظبط. كام واحد يعني لحد ما قفلتوا الباب امبارح على مقعد النقيب والعضويه؟ 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشح على مقعد العضويه. كنت حضرتك متوقع الرقم ده؟ ترشيح رغم كورونا؟ يبقى فيه كده يعني.
هو الرقم ده اقل 15 مرشح عن الارقام اللي في الانتخابات اللي قبل كده، وده دليل برضو ان كورونا اثرت حتى على عدد المرشحين. نعم حك يعني نقدر نقول كده، شايف في انتخابات ولا مفيش من الاخر؟ الاقرب الحقيقه في ظل وجود كورونا بالشكل ده ان مفيش انتخابات. مفيش انتخابات، ده الاقرب يعني. طيب. لكن لسه الحسم. طيب المساله القانونيه هنا، بقاء المجلس، بقاء النقيب في هذه هتتحكم ازاي او قانونا ازاي، بحيث لو انا بعمل قرارات مساله الطعن عليها والكلام ده هتتحل ازاي، تفك ازاي المساله القانونيه ديت؟ المساله القانونيه في حاله صدور فتوى من مجلس الدوله او في حاله صدور حكم من القضاء الاداري، المساله القانونيه بتبقى مفكوكه، لان في النهايه في وضع قهري فرض ظرف قهري، فالمجلس بيستمر في اداء اعماله لحين اجراء الانتخابات، وده حصل في اكثر من نقابه في مصر، صدرت احكام بتاجيل انتخاباتها بالفعل. بس المحامين عملوا انتخابات لسه، كانوا عاملين امبارح، ايه الفارق بينه وبين نقابه المحامين؟ كويس قوي ان حضرتك قلت لي المحامين. لان الحقيقه المقارنه هنا مقارنه ظالمه جدا ومجحفه جدا. لانه المحامين عندهم الجمعيه العموميه بتكتمل او الانتخابات بتجري بحضور اي عدد يا استاذ احمد. اي عدد. يعني لم تجري انتخابات في اي نقابه من النقابات الفرعيه لنقابه المحامين حضر فيها اكثر من 5% او 10% من اعداد من لهم حق التصويت. انا ملزم وفقا لقانوني ان داخل مبنى النقابه استقبل على الاقل في المره الثانيه الحد الادنى 25%، يعني 2500 صحفي في هذا المكان الضيق يجوا يمضوا في ساعتين. ثم بعد ذلك تنعقد الجمعيه العموميه، ثم بعد ان تنعقد تجري الانتخابات. فيعني نقابه المحامين مش ملزم عدد يبقى موجود في اي لجنه او اي نقابه فرعيه. مش ملزم عدد يبقى موجود، ومش ملزم توقيتات كمان، الناس بتروح تصوت من 9 الصبح لغايه 5 او 6 بالليل. انا لازم من 10 ل 12 الناس تيجي تمضي، وبعد ما الناس تمضي اعمل جمعيه عموميه جوه مسرح النقابه، الناس تبقى لازقه في بعضها. وبعد ما اعمل جمعيه عموميه من الساعه 3 للساعه 5 او الساعه 6 بالكثير لو مديناها ساعه، ال 5000 صحفي في الساعتين دول كمان يدخلوا يصوتوا مع بعض. اللي هي شايفها شبه مستحيله. لو في كام شهر تقريبا؟ 5 6 سنه 2 يعني. انا يعني عايز اكد على حاجه. لا احد في مجلس النقابه حريص على الاطلاق على تاجيل الانتخابات. لان كلنا عايزين تفعيل القانون وتاجيل ولا احد يريد تاجيل الانتخابات. ومن البدايه القانون لم يمنع المجلس، لم يعطينا صراحة حق اتخاذ قرار التأجيل، لكن لم يمنعنا. وكان يمكن أن يتخذ المجلس هذا القرار. لكن احنا في النهاية حريصين على أن أي إجراء يبقى إجراء قانوني كويس، وأي إجراء هيبقى هو الإجراء الذي يحقق صالح النقابة ويحقق صالح الجمعية العمومية. التأجيل نأمل أنه لو حصل تأجيل التأجيل يبقى في أضيق فرصة ممكنة، نأمل أنه على الصيف القادم إن شاء الله تكون تراجعت جائحة كورونا، وتكون الناس بدأت تاخد المصر، ويكون هناك وضع أحسن بكثير من الموجود الآن، وقتها يمكن أن تجري الانتخابات، وكلنا بنرحب بإجراها الحقيقة. بس احنا داخلين الكلام على موجة ثالثة بعد شهر ولا حاجة. الكلام هو الكلام في شهر 4، أنا بقول لحضرتك لو على الصيف الجاي في شهر 6 أو في شهر 7 ده أعتقد أنه يبقى ممكن يبقى موعد مناسب لإجراء الانتخابات. على شهر 6 شهر 7 إن شاء الله. أستاذ خالد ميري بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا